هي طرق العلاج اللي بنستخدمها لعلاج خشونة الركبة قبل ما اروح بس لقطع الغضروف وازاي ممكن نشخصه ونعالجه كمان؟ طيب لو هنتكلم عن طرق العلاج خشونة كخشونة، اه يعني كخشونة صرف، ايوه خلاص انا صرفت عن العيان كل الاسباب اللي ممكن تكون سبب لركبته، وخلاص العيان اتشخص عندي انه ان هو خشونة. خشونة بحتة، يبقى انا هعالج خلاص من الخشونة. طيب هنا عندنا طرق علاج كتير جدا على حسب الخشونة، هي واحد اتنين تلاتة اربعة، طيب يعني كان عندنا درجة درجات اولى درجة الخشونة. تانية درجة تالتة درجة رابعة. طبعا في بعض التصانيف في الكتب بتقول ان هما 3 درجات وفي بعض التصانيف بتقول اربعة، خلينا خلينا على اربعة. الاشهر الاعم نقول اربعة، تمام، عشان بس ايه المدارس العلمية يعني. تمام. طيب انا دلوقتي غالبا وبشكل اعم وبنسبة تفوق ال 95 96% ما بشوفش المريض في المرحلتين الاوليين، ما بيجيش. فخلينا نتجنبهم لان ما لا بيجيش بس فعلا. نقولهم كده، تمام، يعني هقول نقولهم كده. لما هقول لان والله ما بنشوفهم فيه. ماشي، تمام، هو كده كده المريض ما بيجيش غير وهو مش قادر متكسح. يمشي. تمام، خلينا ايوه يعني لازم استخدم المصطلح ده، انا قصده ماشي، المريض فعلا بيجي لي في الخشونه مكسح، مكسح مش قادر يمشي على رجله، يجي لي اللي رامي لي 15 روشته 20 روشته على المكتب ويقول لي بص انا لفيت على كل الدكاتره وخدت العلاجات الكتير دي كلها وسمعت عنك فانا جاي لك. طب انت لما انت واخد 20 روشته قبل كده انت متخيل ان انا هقول كلام جديد غير اللي موجود؟ انا هقول لك كلام جديد، تمام، بس لازم انت تكون معايا على الخط، ودي نقطه لازم بوصلها لكل عيان عندي في العياده. تمام، انا دلوقتي عايز اعرف الخط. انا هديك الخط. تمام. طيب انا الدرجتين الاولانيين علاجهم سهل جدا، ايوه تمام، مجرد ان انت تعمل لايف ستايل تشينج، تغيير لنظام حياتك، تمام، تقعد عادات خاطئه اظبط عاداتك، تمام، بتقعد مثلا تاني رجلك فترات طويله، لا طلوع السلالم قلل منه، روح الجيم، الجيم، تمام، قوي عضلاتك، روح الجيم. الجيم قوي عضلاتك. حلقه من الحلقات السابقه يا دكتور احمد قلت لي ان معظم المشاكل بسبب ضعف العضلات. ضعف العضلات، تمام، وده اللي انا قلت لحضرتك فعلا فيه قبل كده، ضبط ميكانيكيه الجسم، تمام، الفكر دايما ان ربنا خلقنا عظم وعضلات، تمام، ربنا خلقنا عظم وعضلات، العضلات تشيل جزء من التحميل والعظم يشيل جزء من التحميل، واحد فيهم باظ التاني هيشيل عنه. لا حلو بعد قوي. فترة الدنيا هتبوظ في كلها. حلو قوي دي. تمام، يعني لو عضلاتك ضعيفة عظمك هيشيل الكل، هيوجعك، هيتعبك، هيتبهدل منك. تمام، فلازم يحصل توازن، بالانس ما بين البالانس يبقى بينتو الاثنين العضلة والعظم، والعظم، فالاثنين فلو يشيلوا انا عالجت فيرتاح. الخشونه هنا من غير ما اول عضل، عشان كده تسمع ناس كتير يقول لك ده انا باخد العلاج شهر الاقي نفس الالم رجع لي تاني، وعلاج العظم يا دكتور كله مسكنات. لا يا حبيبي، مش كله مسكنات ولا حاجه، خلينا نقول برضه هديك قانون كده دلوقتي، تمام، من ضمن القوانين اللي بنقولها كل ايوه، حلقه، قوانين دكتور احمد. قوانين الدكتور احمد، الميديسن في العظم قليل جدا. يعني ايه الميديسن في العظم قليل؟ الادويه كلهم 7 8 انواع ادويه، كل الدكاتره بلا استثناء كبيرهم وصغيرهم في العالم كله مش في مصر بس بيكتب من الثمن 8 9 انواع ادويه دول، هو الاكتيف فتلاقي انجريدينت، الماده الفعاله اللي موجوده في فتلاقي المتشابه. كل الروشتات هي الماده الفعاله باختلاف مسميات الاسماء التجاريه للادويه. ايوه بس عشان بس تمام، فدي نقطه مهمه جدا، لازم تبقى عارف ان العلاج اللي هيكتبه لك دكتور التاني مش هيغيره، لكن يختلف الفرق من دكتور لدكتور في كيفيه التشخيص والتاهيل، ازاي انا هشخصك من اللي عندك وهأهلك ازاي من اللي عندك. تمام، هي دي اهم نقطة هتفرق دكتور عظام او جراح عظام عن التاني. تمام، ازاي انا فاهم ان ركبتك وما يتناسب معاك كشخصية وما يتناسب مع نظام حياتك، انا هحط لك استراتيجية علاج تتناسب معاك. وليكن انت عندك خشونة خلاص اهو، وانا عندي دلوقتي عضلات ضعيفة، مهما ادي علاج للخشونة واول خشونة من جوه وانا سايب العضلات بره، تمام، حتى بدي مثال للعيان في العيادة ساعات اقول له مثلا امسك مسمار وحك في الحيطه طول النهار، كويس الكلام، وبعد شويه الحيطه هتبوظ من كتر حك المسمار فيها، تعال بقى انت بعد كده معجن الحيطه تاني وادي لها وش واعمل كل حاجه وظبط الحيطه كويس والمسمار شغال. هو انت كده بتعالج الحيطه اطلاقا؟ صح. اول حاجه تعملها ايه؟ وقف المسمار. لما تيجي تعالج الحيطه يبان في الحيطه اللي انت عملته ويثبت. يعني اول عضله أول وأعمل عضلة أول عضلة وعالج الخشونة، وعالج الخشونة الاتنين مع بعض وصلت تحصل على نتيجة كويسة. كويس، تمام، ده خلينا بقى أول خطوة الأول والتاني، الأول ناخد والتاني التالت مع بقى اللي طبعا جاي مكسر. العلاجات. نيجي بقى مش أنا باخد المصطلح اللي بتقوله لأنه قد يكون وصف لشعورك بدخول المريض عليك مش قادر يمشي، تمام، مش قادر يتحرك. أيوه، خلينا نقول أنت داخل المريض مريض اللي مش عليه، قادر يتحرك. حتى أنا ساعات بقول للمريض وهو داخل من على الباب بقول له انت ماشي يا اخي زي البطايه، يعني خلاص انت واصل لمرحله
المريض يقول لك بس ايه المشكله يا استاذ خالد؟ دايما ان فيه طموح المريض بيكون عالي شويه، يعني يقول لك بص يا دكتور انا والله ما انا عايز حاجه في الدنيا، خصوصا امهاتنا ويعني واخواتنا تقول لك ايه انا مش عايز حاجه من الدنيا خالص الا انا ادخل الحمام واعمل مشاويري واقدر اعمل شغل بيتي وما احتاجش لحد. طب والله طب ما كل الناس عايزه كده، يعني هو يعني برضه الطموح ما يكونش عالي. عشان كده لازم المريض انا بقعد معاه فتره طويله جدا افهمه المشاكل اللي حصلت. انت جاي لك مشكله حصلت بقالها 10 15 سنه، انت ازاي تطلب مني ان انا اصلحها لك في اسبوع ولا اسبوعين ولا حتى شهر؟ كويس. ده انا ساعات المريض بيجي لي عندي خشونه متطوره اهو، كويس، بيقول لي مثلا تغيير مفصل، متطلبه تغيير مفصل. اول حاجه بعرضها على المريض اول ما يقعد اقول لحضرتك خشونه ثالثه رابعه، حضرتك متطلب تغيير مفصل. اول ما المريض بيسمع كلمه تغيير مفصل، طبعا سمعه من 20 دكتور قبل كده، تمام، موضوع تغيير مفصل، تمام، لا يا دكتور انا مش هعمل تغيير مفصل، مش هعمل تغيير مفصل، وبيتكلم يبدا حده وانفعاله يزيد ويقول لي مش عامل تغيير مفاصل، انا مش عامل، تمام. طب يا حاج طب افهم، طب يا حاجه طب افهمي بس، انت فاكره يعني ايه تغيير مفصل؟ هو انا هشيل ركبتك هرميها واجيب ركبه جديده؟ ده مش حاصل. انا دلوقتي عندي سطح المفصل، سطح المفصل تآكل، سطح أيوة. المفصل تآكل من هنا ومن هنا، فانا كل اللي هعمله هغير الكفرز اللي موجود، ان انا هشيل الكفر ده هحفه كده بالمنشار، كويس، وبمنشار العظام يعني. أيوة عشان يسمع يعني. كلمه منشار هنحفه وهنشره رجليك، لا هيتشال الجزء ده وهنحط جزء أيوة تمام. جزء مكانه وهجيب ده وهحط كفر هنا وكفر هنا. طيب. ساعات بقوم حتى ماسك الموبايل بتاعي مثلا ومطلع الكفر بتاعه شايله، الموبايل ده انا غيرت فيه حاجه، يقول لي لا انا خلاص شلت الكفر ده وحطيت كفر جديد للموبايل. بس هي ده فكره تغيير المفصل. طب يا دكتور ده قالوا ان انا هقعد في السرير 6 اشهر، اطلاقا انت هتتحرك اول ما تفوق من البنج، تقدر تمشي على رجلك بعد عمليه تغيير المفصل على مشايه اول ما تفوق من البنج. كمريض خشونه حصل له تغيير مفصل ركبه اسمنتي، تمام، اسمنتي، علشان في لا اسمنتي لازم فعلا يريح 6 أسابيع ما يدوسش. احنا جرينا قوي على تغيير المفصل، ما هو انت قلت لي طرق العلاج. لا انا عايز قبل تغيير المفصل في حق، ما هو انا هقول لك ما هو انا بس انا خدت لك ليه تغيير المفصل. أيوة. الاول تخدتني على معلش علشان بس إن النقطه دي مهمه، لان انا عارف ان معظم المرضى بيرفضوها بيخافوا منها، لان انا قلت لك استراتيجيه العلاج اللي انا هبنيها للمريض لازم يكون هو ماشي معايا على نفس الخط. أيوة. تمام. فانا اول نقطه بقولها له اول ما بيجي لي على خشونه زي دي اقول له تغيير مفصل، وافق اتوكل على الله واعملها، هي الحل النهائي. ده في حاله الخشونه من الدرجه الرابعه الثالثه او الرابعه او المتاخره. توكل على الله وافق وخلاص، انت استريحت نفسيا، هو الحل النهائي اللي هتعمله باذن الله اذا اتعمل بشكل كويس. وتغيير المفاصل من العمليات المظلومه، والله من العمليات المظلومه، تمام، من انجح عمليات العظام على الاطلاق اذا اتعملت بشكل كفء. المريض بيتغير حياته 180 درجه. يعني ايه بشكل تمام؟ كفء؟ بشكل كفء يعني انت اخترت العيان الصح، عملت له الدياجرامات الصح قبل العمليه، الاسكانوجرام، ورسمت له بالظبط الخريطه اللي هيمشي عليها، واخترت له المفصل المناسب، وظبطت بالملي اثناء العمليه، وظبطت له عضلاته وكل حاجه ظبطتها في العمليه، المريض ده مش هيشتكي من ركبته باذن الله من 20 ل 25 سنه اللي هو العمر الافتراضي للمفصل الصناعي. تمام يعني كده؟ يعني لو عيان جاي عنده 50 سنه عنده مشكله كبيره جدا في خشونه الركبه لحد 75 سنه مش هيشتكي بركبته، مش هيشتكي من اي حاجه، على شرط ان العمليه تتعمل بشكل كفء. علشان دايما العمليات بتتظلم ان العمليات ما اتعملتش كويس، فده مش عيب في العمليه، ده عيب في التاهيل او في اجراء كيفيه العمليه نفسها. تمام كده؟ لان دي برضه من العمليات المظلومه جدا والله. تمام؟ طيب المريض بقى رفض الباب ده خالص، هخش لك بقى على سكه أيوة. تانية اهي كويس. فبقول له خلاص انت رفضت ده، خلاص نشطب عليه نقفل الباب. طب اعرف بقى ان اي وسيله تانية غير وسيله تغيير المفصل هي وسيله بالياتيف. بالياتيف يعني هي وسيله مؤقته هتعملها كل فتره وتبقى عارف انك هتمشي على بشكل معين. بس هستريح يا دكتور؟ ان شاء الله هتستريح، همشي كويس باذن الله هتمشي كويس، بس مش هتعملش حسابك ان هتعمل الحاجه وهتقعد زي المفصل 20 25 سنه بتجري، لا، ده انا هشوفك كل فتره معينه من الزمن هديك الجرعه اللي تمشيك شويه. نبدا بقى نفصل هنا في الموضوع ده شويه. كويس؟ الركبه حصل فيها تآكل من الداخل، سطح المفصل اتكشف. نشأت بقى هنا نظريات كتير من ناحيه الطب التداخلي والطب التجديدي والكلام ده كله، لان الخلايا اللي تاكلت وتراكمت وماتت وقلبت بشكل مزمن داخل الركبه، الالام المزمنه يعني والكلام ده كله، وتحول الالم من الم حاد لالم مزمن،
هبدأ أعالج فكرة الألم نفسها وفكرة الخشونة من ناحية التآكل اللي حصل جوه الركبة. فنشأت عندنا كذا حاجة، في الهيالورونيك أسيدز اللي هو الحقن الجيلاتينية وحقن الزيت، البي ار بي حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية، حقن البرولوثيرابي اللي هو الطب التجديدي اللي بيحول الالم من الم مزمن لالم حاد فيحفز الجهاز المناعي، تمام، والبيرينيورال انجكشن حقن مسارات الاعصاب، وفي الاخر خالص التردد الحراري اللي انا بوقف عمل العصب. تمام كده، خمس انواع حقن انا اقدر اعملهم للركبه. اقدر اعمل للعيان، في واحد من العيان لو جاي لي في العياده كم نوع، اقدر اعمل ثلاثه مع بعض. انا شخصيا بعمل ثلاثه مع بعض، تمام، بعمل البي ار بي وبعمل البيرينيورال البلازما، وبعمل المسار حقن مسارات الاعصاب عشان توقف الالم، عشان توقف، عشان لا اصحح الالم، اصحح الالم. في فرق بان انا اوقف الالم من التردد الحراري عن طريق ان انا اوقف عمل العصب ويس. وفي طريقه عن البيرينيورال انجكشن ان انا اصحح مسار العصب ويس. واخليه يشتغل بشكل كفء، لانه بيضيق في بعض الاحيان عند نقط معينه، تمام. وبعمل البرولوثيرابي، بعمل الثلاثه في وقت واحد. ليه؟ اولا البي ار بي، البي ار بي فكرته جروس فاكتورز، عوامل بنائيه، تمام، هي كل دي فكرته، ان انا باخد عوامل بنائيه من مكان انقله لمكان تاني يبدا يبني لي ويجدد لي خلايا. كويس كده الكلام. طيب ليه يعني ما استخدمش الركبه؟ ليه يعني؟ ما هي الركبه ما فيهاش حاجه تجدد. لا، الركبه ما فيهاش حاجه تجدد لان الركبه مش واصل لها امداد دموي داخلي، تمام، لان عشان يتطلب امداد دموي داخل الركبه يبقى انا عايز اعصاب. يبقى ان شاء الله لو انا ماشي دايس على عصب يبقى كل دوسه بصويت، كل دوسه بصويت. فعشان كده ربنا عمل غذاء الركبه بالديفيوجن. الديفيوجن يعني الامتصاص الذاتي، تمام. لما هنيجي نتكلم عن الغضاريف فيما بعد هعرفك النقطه دي، بس خلينا هنا بقى عشان ايه الموضوع ده. الركبه ما نخرجش بره شويه، ما هي برضو في الركبه، تمام. فانا هاخد من الدم العادي خالص، تمام، الدم العادي وهدخله المعمل كويس بانبوبه مخصوصه. عشان دايما في ناس كتير يقول لك انا هانت بلازما كذا بره، لازم تحقن بلازما بالشروط، 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 بالشروط اللي تنفع تنجح البلازما، اللي تنفع تنجح البلازما، ونأمل في الله انها تجيب معاك نتيجة كويسة ان شاء الله.